البهائية هي دين عالمي، الهدف الأسمى للدين هذا هو وحدة الجنس البشري، والرسول اللي بعثه ربي باش يوصل الإنسانية لهالمستوى من النضج ومن هالوحدة اسمه حضرة بهاء الله، اللي هو رسول بعث عام 1817 ولد، وأعلن الدعوة متاعه عام 1863 كمبشر ليوم جديد، لإنسانية جديدة، لخلق جديد، الهدف متاعه كما قلت هي وحدة الجنس البشري. فما ناس ترحب لأنه الطبيعة مبنية على التنوع، فهل هالتنوع هذا محمود ومقبول ويعتبر ثراء؟ فما ناس أخرين تتقلق، لكن شو العمل؟ يعني هذه واقع، احنا توانسة بهائيين أبا عن جد، عنا وجود، فلازم نتعلم كلنا مع بعض انه نتعايش. شاركنا في كل الحراك اللي صار في تونس قبل وبعد الثورة، واحنا نعتقد، يقول لنا حضرة بهاء الله، الانسان اليوم هو الذي يقوم على خدمة من على الارض كلها، معنى خدمة الناس اس من اساس من اسس الدين البهائي، ركيزة. فمش ممكن انسان يكون بهائي وما يخدمش بلاده وشعبه.